شكرا ليك يا سلام يا سلا. ويمكن فعلا سلا هنا بنتكلم بقى سيدات ورجال في الاهلي، هم مفرحيننا بقالهم يعني فتره طويله جدا. صحيح. كمان السنه اللي احنا بنقول عليها كانت صعبه على النوادي كلها وعلى العالم كله، بالعكس بقى احنا كنا في النادي الاهلي رياضات مختلفه بتفرحنا حقيقي، ولاعيبه عندنا وابطال فعلا كانوا محافظين على مستواهم، ويمكن كمان جابوا لنا يعني بطولات وميداليات كناش متوقعين، بس حاجه اكيد اكيد متشرفين بيها جدا. خلينا بقى نروح دلوقتي لاخبار اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان تمان، ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. نورهان بصبح عليكي طبعا انا وكريم، وعايزه ابدا معاكي لان ده اللي يهمني، كيف تناولت الصحف المختلفه يعني المباراه بالامس، واكيد برضو هناك حديث عن ما هو قادم ومباراه الاسماعيلي ان هي في غايه الاهميه. عايزه اروح معاكي للنقطه دي، وفي نفس الوقت كده لو في برضو تفاصيل اخرى معاكي خاصه بمانشيتات مختلفه تفضلي طبعا اطلعين عليها. اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع طبعا نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. يمكن لو هنتكلم على الأهلي تحديدا يا نهاوند، العديد من المانشيتات كانت بتتكلم عن فكرة غلق صفحة مباراة أمس بحلوها ومرها. يمكن أول مانشيت معانا في اليوم السابع، الأهلي يغلق مباراة فيتا كلوب ويبدأ التفكير في الاسماعيلي. طبعا يعني التعادل امس 2-2 امام فيتا كلوب كان يمكن لبعض الناس صادم بعض الشيء، بعد طبعا مباراه كبيره قدمها النادي الاهلي، ويمكن وصفها التقرير انها مباراه الفرص الضائعه. ولكن اليوم السابع قال انه موسيماني يعني بيسعى لغلق ملف فيتا كلوب والتركيز فقط على مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم 10 مارس المقبل، واللي هتكون مش بس مباراة هامة على الصعيد المحلي، لكن كمان هتكون بروفا لمواجهة فيتا كلوب مرة أخرى في الجولة الرابعة بدور المجموعات طبعا قبل السفر للكونغو وتحديد مصير الفريق طبعا في البطولة الإفريقية. ومن موقع يلا كوره بقى نروح للانتخابات الافريقيه، انتخابات الكاف، ويمكن ده حديث يعني الساعه في الفتره الاخيره بخلاف طبعا المواجهات المحليه والافريقيه للنادي الاهلي. انتخابات الكاف بتستحوذ على نسبه كبيره جدا برضو من منشطات الصحف، وتصريحات انفنتينو كانت يمكن هي الابرز في طبعا الصحف اليوم، واللي قال فيها انه رئيس فيفا عن انتخابات كاف توصلت لتوافق صعب والافارقه بامكان تجاوز الانقسام. أشاد انفنتينو بطبعا الدائرة المستديرة اللي عقدوها المرشحين لانتخابات الاتحاد الأفريقي، وقال إن التوافق اللي توصلوا لي وصفوا بالتوافق الصعب، وإنه انسحاب العديد من المرشحين صالح المرشح الجنوب أفريقي هو أمر سعيد للغاية، وطبعا إصدار لائحة موحدة اتفقت عليها جميع الاتحادات الأفريقية. ومن موقع في الجول، بالصور على أرض موريتانيا غانا بطلا لأمم إفريقيا تحت 20 سنة على حساب أوغندا. يمكن في النسخة الثالثة غانا تتوج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة على حساب أوغندا بهدفين دون رد في مباراة يمكن شاهدناها أمس، وكانت طبعا نالت جزء كبير جدا من الاهتمام الجماهيري، خاصة أنه طبعا يعني يمكن المباريات الدولية مش يعني هي المباراة الدولية الأقرب لأفريقيا في الفترة الحالية. ومن جريدة الشروق، أتلتيكو يسعى لتوجيه ضربة قاضية للريال في الليجا. النهارده طبعا اتلتيكو هيواجه ريال مدريد بطبعا يعني رغبه قويه جدا في الابتعاد عن الغريم التقليدي بفرق 8 نقاط في الموقعه اللي الجميع ينتظرها، كمان موجود في الصوره برشلونه واسوسانا في المواجهه يوم السبت المقبل، بيسعى ايضا برشلونه للتواجد على القمه. هنشوف النهارده مباراه اتلتيكو مدريد هتسفر عن ايه. ومن موقع سكاي نيوز، صرخة غضب من كلوب، لا أريد هؤلاء معي في ليفربول. يمكن يعني يورجن كلوب بيعيش أيام ليست سعيدة على الغاية داخل قلعة أنفيلد بعد الخسارة أو الخسائر المتتالية على أرضه، واللي كانت أخرها أمام تشيلسي بهدف دون رد، وكان تصريحات المدرب الألماني يمكن صادمة، وقال أنه اللاعب اللي مش هيكون له رغبة في التواجد داخل ليفربول هو كمان مش هيكون ضمن حساباته في الفترة القادمة. ومن موقع روسيا اليوم، مبابي يستعد لمواجهة برشلونة بهدف عالمي في شباك بريست.
يمكن مبابي طبعا كيليان مبابي النجم الفرنسي طبعا ونجم هجوم باريس سان جيرمان يعني تألق امبارح امام بريست في الدوري الفرنسي، وده يمكن ناس كتير شافوها بروفا قبل مواجهه برشلونه في المباراه المقرر اقامتها يوم 10 مارس طبعا زي ما احنا عارفين في الشامبيون او دوري ابطال اوروبا. دي كانت ابرز واهم اخبارنا هنا من مقر جريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليك يا نورهان وشكرا ليك يا سالا. بس قبل ما نختم معاك يا نورهان اكيد عايزه اقول لك مبروك على الخطوبه، انا وكريم بنبارك لك و... فعلا والله ما عندي فكره، ألف مليون مبروك، ربنا يعني يبارك لكم كده ويسعدكم ايامكم يا رب. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. شكرا ليك وزملائنا الاعزاء على هذه التغطيه.